المفروض يفتح حتى ما يوم ما يطلع كل مرشح يخلوه الدوري العراقي رئيس الجمهورية مشهور هنا يجي لنا يم التحرير اي واحد خلي يدز على يجي خيمه خيمه يبدا في الوقت يلا مرفوض رفض تام وراح يرجع يوميا يسوي تصحيح يوميا تصحيح الا خلوه مرشح من قبل الفريق السلام عليكم لك اظن شريده هذا الشعب يريده هاي هاي الجموع هاي الاخوان الثوار كلهم ساحه التحرير مرفوض الكاظمي مصطفى الكاظمي مرفوض اسم اسم الشهداء اسم الثوار اسم ساحه التحرير مرفوض مصطفى الكاظمي من الاحزاب نرفض مرشح الاحزاب واول مره نشوف الاحزاب اليوم تجتمع من رئيس الجمهوريه رفضوا محمد توفيق علاه ورفضوا لان هذا مرشحهم ورفضهم المحاصصه حياكم الله مشاهدينا الكرام حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم حلقة البرنامج اليوم راح نحكي بها عن موضوع يخص العراق ويخص العراقيين بشكل عام ولكن هذا الموضوع يخص العالم أيضا لكن أكو فرق ما بين إجراءات العالم وإجراءات الحكومة في بغداد أي شخص حاب يتصل بينا أرقام البرنامج ظاهرة عندك أسفل الشاشة تقدر تتصل على أي رقم من هاي الأرقام أيضا عندنا رقم آخر مخصص إلى رسائل الواتساب الرقم هذا لرسائل الواتساب أعتذر من السادة المشاهدين هذا الرقم اللي تشوفه موجود حاليا على شاشة الرافدين ما أقدر أستقبل عليه أي اتصال فأكو هواية أشخاص دي يتصلون بينا على رقم الواتساب لا تعتبون علينا أعتذر من عندكم ما أقدر أستقبل اتصال على الواتساب أتمنى تعذرونا وإذا ما تقدر تتصل على الأرقام الثانية أتمنى تبعث لي رسالة تكتب لي برسالتك طلبك وأنت من وين أو رأيك واسمك حتى نقدر نقراها للسادة المشاهدين الفيديو اللي شفتوه في بداية الحلقة بعد شارة البداية هو رفض ساحة التحرير وثوار ثورة تشرين لترشيح مصطفى الكاظمي ما شاء الله عندنا مرشحين كلش هواية يعني خلال شهرين عندنا 6 مدري 5 مرشحين لرئاسة الوزراء ولحد الآن الحال على ما هو عليه ما اتفقوا لا على رئيس وزراء ولا اتفقوا على مطالب المتظاهرين ولا اتفقوا على مطالب الشعب ولا اتفقوا على شيء من يوم الجوي لليوم إلا اللهم أنهم اتفقوا على شيء هو دمار هذا البلد اتفقوا شلون يبوقون البلد اتفقوا شلون يدمرون المحافظات العراقية اتفقوا شلون ينهبون خيرات هذا البلد اتفقوا شلون أنه يدمرون البلد بس ما يبنوا لأن من 2003 إلى اليوم ما شفنا مشروع وطني انبنى بالعراق يخدم الشعب العراقي لا المياه العراقية بخير ولا المجاري ولا الزراعة ولا الصناعة ولا التربية ولا الصحة ولا أي مجال أو قطاع أو مؤسسة أو أي شيء إن كان حكومي أو خاص بخدمة للصالح العام بينما تلقون شركات موجودة هواية بس هاي الشركات خدمة لمصالح شخصية خدمة لخواص خدمة لتاج الراس وخدمة للحجي الكلمات اللي قمنا نسمعها وراء 2003 لكن احنا هسه بظروف ظروفنا ما يستحمل العراق المنظومة الصحية بي مثل ما بينا للسادة المشاهدين في برامجنا مهترئة الحياة في العراق صعبة جدا الفساد بشكل كبير جدا الأموال العراقية ما حد يعرف وين دا تروح دا تنصرف مليارات الدولارات بعقود وهمية ما حد يشوف شيء من خيرات هاي العقود لكن احنا اليوم في 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 أزمة الأزمة اللي احنا بيها هسه مو أزمة سياسية حتى نقول اكو ثورة ولا أزمة اقتصادية حتى نقول انه اكو عجز في مجال ما لكن اكو أزمة تأثر على كل شيء وهو انتشار جائحة كورونا او كوفيد 19 او فيروس كورونا المسميات الكثيرة إلى هذا الموضوع أو الفيروس المتحول الجديد في بعض التسميات سموه بهذا الاسم هذا الفيروس انتشر في كافة بلدان العالم ما استثنى بلد انتشر بداية في مدينة ووهان
في الصين، وانتقل بعدها إلى إيران اللي أصبحت بؤرة انتشار الفيروس في الشرق الأوسط، ووجدنا أيضا في إيطاليا التي أصبحت بؤرة انتشار الفيروس في أوروبا. لكن كل دول العالم اتخذت إجراءات، كل دول العالم كانت عندها إجراءات للحفاظ على أرواح الناس، للحفاظ على حياة الناس. أكو فحوصات طبية مختبرية صحيحة، أكو فحوصات في المطارات أيام ما كانت المطارات تشتغل صحيحة للحفاظ على أرواح المسافرين، الحجر الصحي بطرق صحية جيدة. إلا في العراق، العراق نسخ الطريقة الإيرانية 100%، لأنه يأتمر بأوامر إيران. العراق اليوم ما عنده منظومة صحية، وإحنا عندنا فيروس، الفيروس دا يجتاح المدن. قالوا سدينا الحدود، بس ما سدت الحدود. وتذكرون إيرانيين بالعظمية، إيرانيين بالنجف، إيرانيين بكربلة، فإذا الحدود ما سدت. قالوا إحنا سوينا مراكز للحجر الصحي، اكتشفنا فيديوهات إنه مراكز الحجر الصحي هي عبارة عن فنادق غير مؤهلة لأن تكون مراكز للحجر الصحي. قالوا إحنا وجدنا مراكز طبية رصينة وعدنا فحوصات مختبرية صحيحة، وجدنا فيديوهات بالمقابل تقول إنه أجهزة الفحص الطبي اللي شدوها بالمطارات وشدوها بالسيطرات تعمل بصورة خاطئة، قد يمر إنسان مصاب بالفيروس والقراءة اللي تطلع من هذا الجهاز تقول إنه هو خالي من الإصابة. السؤال هنا، حكومة بغداد مدى تشوف انه الفيروس، يعني سؤال ينطرح، مدى تشوف انه الفيروس مدى يستثني احد؟ فيروس كورونا لا عرف مسؤول ولا عرف ضابط ولا عرف رجل دين ولا عرف استاذ جامعي ولا عرف موظف ولا عرف طفل ولا عرف مدرسة ولا عرف استاذ ولا عرف اي شيء. فيروس كورونا عبارة عن فيروس اجتاح جميع فئات الشعب العراقي، وانتم تلاحظون رؤساء وزراء اصيبوا بفيروس كورونا. عندكم مثال، رئيس وزراء بريطانيا اللي خرج من المستشفى قبل ايام، زوجة رئيس وزراء كندا ترودو او صوفي ترودو على ما اذكر اسمها اصيبت بالفيروس وانحجرت هي وزوجها. مسؤولين في الادارة الامريكية ونواب لدونالد ترامب اصيبوا، مسؤولين في فرنسا، مسؤولين في ايران اللي هم يتبعوها، ومات الكثير من القيادات والمسؤولين الإيرانيين. فأردفتهم، يعني الحكومة العراقية جدا تفكر، هل تعتقد أنه تجاهلها للموضوع راح يبعدها عن الخطر؟ لو تحصنها داخل قلعة المنطقة الخضراء راح يبعدها عن الخطر؟ لو الفيروس من راح يوصل للصبات الكونكريتية يلوف ويرجع، حالة حال لعبة الطفل، هاي السيارة اللي تحطها باتري تنضرب بالعادة تفتر وترجع لي ورا. فهاي الأسئلة اللي لازم تنطرح، ليش العراق إلى اليوم مدى نشوف أي إجراء صحيح؟ ليش العراق إلى اليوم ما شفنا عنده التزام بأوامر طبية، فرض حجر صحي بشكل صحيح، بحيث احنا نعرف انه اكو حظر تجوال بالعراق، لكن اكو فيديوهات تشير الى مناطق كبيره انه الحياه فيها طبيعيه، كانه لا وجود لهذا الفيروس، محلات مفتحه واسواق مفتحه والناس تركب سياراتها وتروح وترجع. اذا الناس ما اهتمت وخايفه على رزقها، الحكومه ما خايفه على الناس؟ احنا حكينا هوايه، لكن هذا الفشل في تغطيه هذا الموضوع. فيروس كورونا مو جديد، صار له أشهر، لكن بالجديد قمنا نشوف عزل لمناطق مثل الحصوة، بالجديد قمنا نشوف عزل بالمشخاب وعزل بديالة، بالجديد قمنا نشوف أكو أرقام تطلع، لا يطلعون لنا لابسين جفوف وكمامات وما مهتمين. أول اتصال وياي بالحلقة أبو عمار من الرمادي، حياك الله. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. احنا نشكر قناتكم الشريفة. هلا بيك أبو عمار. اي والله، بعد عين أبو عمار انت. حبيب عمي، هذا الخبر على
قول ابو عمار، قول تعال الهوى. الو الو اخوي وياك. الو عمي. يا عمي فرحتم قلوبنا على هذا الخبر اللي شفتوه على التليفون التلفزيون مالكم وقناة مالتكم الشريفة الحبيبة. الله مرب ان شاء الله يفتح قلوبكم، فرحتم قلوب الناس. نعم. نعم. مستلمين من الحكومة من مال والله انت انعم الله عليك بعرفته واحنا ممنونين لكم، جزاكم الله بالخير والله عليكم. قناة شريفة اللي فتح قلوبنا الله يفتح قلوبكم ان شاء الله ان شاء الله بالايمان والاصلاح. كتبنا هذا الخبر على قناة شريفة كل الحوادث لا شكر لا شكر على واجب أخي أبو عمار، هذا واجب قناة الرافدين اتجاه الشعب العراقي واتجاه بلدنا الحبيب العراق، أن نقف بجانب هذا البلد، أن نقف في سد هذا البلد وأن نقف لحماية هذا البلد. لا شكر على هذا الواجب، وشكرا لرسالتك اللي حبيت توصلها، ودمعتك ودمعت أي عراقي غالية علينا وعلى إدارة الرافدين والعاملين فيها وعلى الشعب العراقي. ابو فيصل من السعوديه حياك الله. ابقاك الله. مساء الخير استاذ فيصل. مساء الانوار اخوي الغالي. تحيه لك تقدير واحترام وللقناه وكادرها. حياك الله. وانا هنيكم بالذكرى 14 اللي هي البارحه تاسيس هذه القناه العزيزه هي والعاملين بها. يبارك بعمرك. ونبارك للشعب العراقي على راسهم مجلس العلماء المسلمين. وان شاء الله نشوف قناتكم العزيزه تبقى من بغداد الرشيد عن قريب ان شاء الله بسواعد الشعب العراقي. هذا الشعب الشريف ونحيي موقف المتظاهرين الوطني الرافض للاحتلال الايراني المجرم حكومه الكاظمي وادميرال جايبين هذا الايراني اليوم ابو 10 ملايين دافعين عليه الامريكان هم اللي جابوه. الحكومه هي لابد من اسقاط النظام كامل بما فيه ما يسمى برئيس الجمهوريه والبرلمان الفاسد والنواب النهائي. دابد لا يصير للعراق القارون الخطير هي قارونة الخضراء العملاء. وتحية لك عيش العراق إن شاء الله. حياك الله أخوي العزيز من الكويت سعد. حياك الله يا سعد. حياك الله يا أستاذ وطابت أوقاتكم وسعيكم ومسعاكم. حياك الله أستاذي. أولا ما المانع وليش ما يرشحون حضرتك؟ لأنك أنت الرجل المناسب في المكان المناسب. كذلك يا أستاذي على الجهات المختصة حماية البائس الفقير. وكذلك يا أستاذي نتمنى من كارونة أن تؤدب من يعذب الأبرياء والفقراء والمساكين والغلابة والمحتاجين يا أستاذي. وكذلك نتمنى من كارونة أن تؤدب أيضا مروج الشائعات والمافيات يا أستاذي. وكذلك أيضا من يستر الفتن والمخدرات. تحياتي لك يا أستاذي يا محترم. حياك الله أخ سعد. وأنت أشرت إلى نقطة عني أنا بالذات أحب أقول لك أنه خدمة بلدي في أي مكان هي شرف إلي. أسماء من ديالة حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تحية لك ولكل كادر القناة. وأني أيضا أضم صوتي لصوت هذا الأخ. أنا أرشح بس اللي يريد يعني أنتوا كادر قناة الرافدين كلكم أبطال كلكم ناس طيبين ومحترمين ذات أخلاق عالية. وأني من 2015 لي حسة متابعة لقناة الرافدين ومن المتابعات ومن شكرا ومن المعجبات جدا بهاي القناة. البارحة ما حصلتكم، اليوم أحب أهنيكم من كل قلبي وأتمنى لكم كل الخير والسعادة والتوفيق بعملكم. أجمعين يا رب. إن شاء الله يا ربي من إبداع إلى إبداع.
وطبعا هاي القناة اللي بس يعني أنا ما عندي قناة أخابر أو أتكلم أو أشارك بها، فقط قناة الرافدين، وإن شاء الله يا ربي الله ينصر المظلومين، لأن هاي القناة هي المظلومين اللي يعانون من ظلم الحكومة ومن ظلم الميليشيات. طبعا وهذا الأخ اللي من الرمادي والأخوات اللي خابرين ويشكن همومهم بهاي القناة، يا رب يفرج عن كل عن كل المظلومين ويفرج عن كل المعتقلين، اللهم امين. الله يا رب يوم النصر نسمعها بهاي القناة. شكرا 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 لك اخت اسماء على هاي الكلمه بحق قناة الرافدين، وصدقيني نتشرف بكل عراقي ونتشرف بزيارتنا الى كل بيت، وقلنا شرف انه سمعتنا طيبه بين الناس. سؤال عن قضيه فيروس كورونا، يعني هي جائحه اسمها، هو وباء. اكو مدن بالعالم كبيره اصبحت مدن منكوبه، يعني الولايات المتحده الامريكيه بمنظومتها وبناها التحتيه الرصينه تقريبا 500,000 انسان مصاب بفيروس كورونا، كل تعداد العالم 1.5 مليون حاله او اكثر، ثلثها بالولايات المتحده الامريكيه اللي عندها هاي الامكانيه الهائله وهي القطب العالمي الاول سياسيا، فما بال العراق اللي منظومته الصحيه صفر. يعني اليوم بس تسجيل 39 اصابه جديده، واقع الاصابات 12 ببغداد، 2 بالنجف، 9 بالبصرة، 3 بواسط، 3 بديقار، 5 بالتأميم، ووحدة ببغداد، ووحدة بسليمانية. وصل عدد الإصابات إلى 1318. أكو ناس تقول عدد الإصابات 8000. أكو نواب يقولون إذا عبر العدد 5000 فإحنا ما راح نقدر نسيطر عليه. أنا بس أرد أسأل النواب يطلعون. أكو فساد بالعراق. إذا هذا الشيء موجود فإذا فساد لازم نجابها، ما حد يجابه. أكو خراب ودمار بالعراق. إذا هذا خراب ما بنيناه راح يبقى البلد مدمر وما شفنا شيء بنا. أكو حالات بالعراق. إذا عبر العدد 5000 إحنا راح نصير بشيء مو بالحسبان. إيه العاد ما تصرفون. شنو شغلك انت قاعد بالبرلمان؟ قاعد ورا الكرسي وشايل ايدك اني اعترض واني اوافق وتاخذ راتبك واثنين وثلاثه واربعه وعشره؟ يعني لما يطلع لي برلماني ويقول لي اني اخاف على العراق لانه العدد راح يكون كبير جدا، واذا عبر ال 5000 انسان فاحنا في 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 ازمه كبيره جدا ما راح نقدر نتجاوزها. حقوق الإنسان، مفوضيات حقوق الإنسان تقول تأخير تأمين متطلبات المواطنين الأساسية لمعيشتهم من قبل جهات حكومية يمثل انتهاكا صارخا بحقهم. يعد أنت شنو شغلك كمفوضيات حقوق الإنسان؟ عمي إذا هذا انتهاك صارخ بحق البشرية أو بحق الشعب العراقي، أنت مفوضيات حقوق الإنسان، عمي أطلع المجلس حقوق الإنسان الدولي وقدم شكوى بحق الحكومة العراقية، أقول ماذا يساعدون الشعب؟ عمي اطلع للامم المتحده اقول انا مفوضيه حقوق الانسان العراقيه دا اشوف انتهاك صارخ بحق الشعب العراقي، لازم انتم تساندون هذا الشعب. شنو شغلكم؟ البرلمان يقول اكو وما ينفذ، المفوضيات تقول اكو ما تنفذ، السياسيين يقولون اكو ما ينفذون، رئيس الجمهوريه احنا لا يجب علينا ان ننفذ مطالب الشعب العراقي، ويجب علينا ان نسوي ما يريد الشعب العراقي، ويجب علينا ان نتوافق مع مطالب الثوار ويرشح لي عدنان الزرفي ومصطفى الكاظمي. الى شنو يجب عليكم؟ عندي اتصال من الرمادي ام اديان، حياك الله. الو، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. استاذ انا عندي اخويا معتقل بسيطره الرجال. نعم. اخذوه من 2015 لحد الان ما نعرف مصيره وين، يعني هاي صار 5 سنوات واكثر، يعني حكومه عراقيه ما تعرف سيطره الرجال شنو، وهسه شريط على قناتكم الشريفه يقول تسليم بعض المستوطنين من جرف الصخر الى الحكومه العراقيه. نعم. يعني هذا الخبر مؤكد؟ تقدر توضح لنا هذا الخبر؟ ابنائها وين؟ يعني انباريون يعانون من وقت طفول عندهم، يعني وين راحوا؟ هاي اكثر من 5 سنوات، يعني وين راحوا بيهم الحكومه؟ وين راحت؟ ما تدري انهم وين؟
ابنائهم هسه ابنائهم بالشوارع. يعني تحكي على السقلاوية، تحكي على الرزاز، لين ما جيت اكو مغيبون. نعم. يعني ها 5 سنوات واكثر وما حد يعرف مصيرهم وين. واحنا نشكرك، نشكر قناتكم الشريفة، وريدكم تبقون ويانا يعني على تواصل، اريد نعرف مغيبين وين. والله يا اختي يا ام اديان، احنا يعني واجبنا ان نبقى على تواصل مع الشعب العراقي، واي خبر يوصلنا عن هذا الموضوع راح ينشر بوقته على شاشه قناه الرافدين وتسمعون به، وان شاء الله ربي يرد لكم كل معتقل، وكل ام عندها معتقل يرد لها ابنها سالم غانم ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. من بغداد عندي ام احمد، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. أحييك أستاذ أسل وأحيي قناة الرافدين الوطنية. حياك وبياك أختي العزيزة. نعم، ونحب نهنيكم، نهني قناتكم الرائعة. البارحة ما قدرنا نحصلكم. سلمك يسلمك ربي إن شاء الله. هاي القناة الوطنية العراقية الأصيلة اللي بعثت بينا الأمل. شهادة نعتز بها. إي إنه فعلا يعني وطنية، والشخص يتشرف إنه يتابعها وتنعرض بالبيت. احنا هي مخليها القناة الوحيدة اللي نتنفس بيها، نتنفس العراق بقناتكم يا أستاذ أسل. نعم. قنوات كلها خنقتنا بمعنى الكلمة. اللي أود نشوف بيه بارقة أمل، لا بعدين يطلع همي جامل. وتعرفون في هذا الوضع، لكن أخيرا بقيت قناة وطنية فعلا. هموم العراق هو العراق، انتم العراق، العراق العزيز الغالي، مو عراق 2003. نعم. فنتمنى لكم التوفيق. حياك الله اختي. والمضي قدما والنجاح يا عراقيين يا اصلاء. يا نزيهين قناة العراق الحقة. مواكبتكم كل ما مر به العراق. ومؤازرتكم للثورة اللي الوان عندكم صاب الدعمة بالقناة ثورة تشرين، هذا رمز وسام لقناتكم، وانتم وسام شرف للعراقيين. سلمك سلمك واشكرك. هذا كلام مو مجاملة. نعم. من متابعة لكل القنوات لما تقدمون من برامج، من موضوعية بالطرح، من ابتعاد عن كل طائفية او عنصرية او انحياز. قناة موضوعية وراقية. تحياتي لضيوفكم. ام احمد، هي هاي الكلمه او هذا الوضع اللي احنا نريد نوصله، نريد نوصل الى قلوب الناس، نريد نوصل الى محبه الناس. شكرا 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 جزيلا لك الى هاي الكلمه بحق قناه الرافدين، وعاجزين عن الرد على هذا الكلام الجميل. شكرا جزيلا لك. حسام من بريطانيا، حياك الله. السلام عليكم، حياك الله أسأل، وأحيي كل الكادر الطيب. عليك السلام والرحمة والإكرام أخي العزيز. الله ينصركم إن شاء الله، نصكم بينا. نعم. الحقيقة أحب أشارك موضوع اليوم طبعا عن الفيروس كورونا. يعني هذا موضوع خطير وفيروس خطير. تتصور ابني رفل أسل تصور. نعم. أنه في بريطانيا البارحة ليلة واحدة فقط، في ليلة واحدة فقط توفوا 981. استاذ حسام، المشكله انه يعني العالم كله يعي، وكل رؤساء وحكومات البلدان في العالم، البلدان العالم الاول والثاني والثالث والفقيره والناميه تعي خطوره هذا الشيء، الا حكومه بغداد لا تعطي بالا له نهائيا ولا تفكر فيه، وكانما الموضوع عباره عن انفلونزا بسيطه او يعني نشلة خلينا نقولها، وموضوع خفيف جدا، بحيث أكو فشل حكومي كبير في هذا الأمر. لا خطير أفل ابني أفل. هذا موضوع فيروس خطير. هذا دول متقدمة ما وقفت قدام هذا الفيروس، ولحد الآن لا يوجد العلاج ولا لقاح ولا أي شيء ولا نعم. أي شيء. يبقى شيء واحد، إحنا الحكومة ما موجودة بالعراق، انساها الحكومة ماكو. أنا أتوجه في نصيحة طيبة إلى أهلنا الطيبين بالعراق كلهم، العراقيين أحبهم. نعم. كلهم طبعا، وأحب أن أوجه رسالة لهم، أنتوا استلموا مسؤولية. وتحية خاصة إلى الكادر الطبي العراقي الشريف بكل تفاصيله، ومن المسعفين والمسعفين وأطباء
المبادرة تكون بيد الثورة، ثورة شباب ثورة 20، هم يقومون بحملات مهمة جدا. هذه أهم شيء، أهم شيء بالعلاج هو البقاء في البيوت مع توفير الغذاء، أهم شيء لتقليل الخسائر البقاء في البيوت. وحتى مثل توزيع سلة الغذاء ممكن توزع من قبل ناس طيبين، توضع أمام دار كل بيت واللي بالبيت يستلمون. المهم الكبار أيضا ما يطلعون، المهم كبار السن واللي عندهم مشاكل صحية في الرئتين أو عندهم سكري ولا اللي عندهم أمراض اللي هي يعني مناعتهم ضعيفة واللي عندهم ربو، المفروض ما يطلعون، ما يطلعون. يعني أخ حسام خلينا نحط نفسنا بمكان، خلينا نحط نفسنا بمكان الناس. يعني افرض رجل مسن وزوجته مسنه بحدهم قاعدين بالبيت، ماكو احد يعينهم، وعايشين على 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 قوتهم اليومي او على كسبه او مهنه بسيطه يمتهنها الزوج، يعني يجبر ان يخرج حتى يجيب له مثلا خبزايه لو 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 طماطايه او خياره او بصلايه. فرجل كبير بالسن وطلع في هذه الظروف، انت عندك مشكله انه مو بس انه ماكو اجراءات وقايه من الحكومه، يعني بدايه الحصه التموينيه ما تتوزع حتى يصير اكتفاء ذاتي داخل المنازل، خصوصا الكسبه اللي يعيشون قوت يومهم بيومهم، اللي يشتغل يومه وياكل بيه. لا انا معك والله، بالعكس انا فاهم الغلط، انا فاهم وضع العراق، فاهم جيدا. نعم. انه ممكن الجار يساعد، الجيران يساعد، موضوع المهم اهم شيء التكافل. العراقيين الان في حاجه الى تكافل بينهم، كل محله بمحلتها، كل يعني مدينه صغيره، كل قريه تتكافل مع بعضها. لازم انسى اكو حكومه، الحكومه ما موجوده، انساها نهائيا. يعني طبعا الشيء الاخر هو اهم شيء، الشيء الاخر الزوار. يا اهلنا يا عراقيين، يا اهلنا يا احبتنا، مساله الزيارات اجلوها الان، لانه الزيارات هذه مدمره لكم. هذا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم، رسول نبينا الكمير، هو اللي حتى امريكا تمدح به بالجرايد، هو اول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو اول من سن موضوع العزل. اذا في وباء ما المفروض يطلعون الناس من تلك القريه او تلك المدينه، يقوم بها ويوفر لهم الغذاء تاكيد، مفروض يعني. نعم. هذا هو هذه نصيحه الرسول. فاحنا كنا الزيارات اجلوها الان، رجاء رجاء رجاء. اذا طيب. بس تجون تدعون، ادعوا من بيوتكم، الله سبحانه وتعالى تقبل الدعاء من البيوت في هذه الحاله، في هذه الازمه. انتوا الناس الطيبين، انتوا عليكم تحلون نفسكم، انسوا اكو حكومه، الحكومه ما موجوده، انسوها تماما. واهم شيء اخر هو حاولوا انه تكونوا على مسافات يمكن صعبه، بس بيني وبين واحد وواحد يكون اقل شيء في المترتين ثلاثه. امشي بالشارع ما يخالف، بس يكون بين اثنين وثلاثه، خلوا مسافات مهمه جدا. واهم شيء طبعا العنايه الاخرى هي بالمعقمات، اذا موجود المعقمات، اذا ما موجود المعقمات. نعم. شكرا 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 لك اخ حسام من بريطانيا. عندي اتصال من واسط. ابو علي حياك الله يا ابو علي. ابو علي انا استاذ، معليش. عليكم السلام والرحمه والاكرام اخوي العزيز. على كل انت وقناتك ومرتاتي وقناه راسدين، على راسك شرفك لنا كل الشرف اخوي الغالي. عين الزاد بخصوص السجنات. نعم. وهنا توصل قضاء الصويرة منطقة الشارين. نعم. وبالتحديد منطقة البخاتون. نعم. الله وكيلك محمد كبيرك، عندنا أكثر من 50 سجين. نعم. كلهم توقفوا على طوق المقبر السري. نعم. والحد الآن نايمين في السجون. نعم. يعني كله سبب مشاكل، يعني واحد عنده مشكلة ضيع، لو على مود مرة، لو على مود جارة، لو التفت مشكلة عادية راح وكبر عليه قال أرفع أرهاب. والله كلها كل ما هنالك يعني مشاكل عائلية بيناتهم. الله وكيلك محمد كثيرك، عال قامت الجدي. نعم. احنا نطلب من عندكم توصلون صوتنا للحكومه. وصل صوتك عبر شاشه الرافدين وسمعوه كل الناس. العام.
شكرا 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 لك ابو علي من واسط. وصل صوتك الى كافه الشعب العراقي. اذا ممكن بعد عند الموضوع قول. اذا ممكن تعطيني 5 دقائق 3 دقائق. والله اذا اعطيك 5 دقائق يعني يخلص البرنامج وما اسمع الناس. يعني دقيقتين، دقيقه واحده تفضلني. قول. رحم الله والديك بخصوص كارولي. والله العظيم اني يعني يمكن 5 مرات او 6 مرات. بقوت اليومي وبيت ايجار يعني وما بحصل حتى العيشه. نعم. لا غذائيه، لا راتب، لا عشاء. يعني خلونا نقدر اللقمه الله يسعدك. نعم. وبعد على الله بكي الله يسوي صوتي وان شاء الله يسمعنا الحكومه. وانا اشكرك. شكرا 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 لك. شكرا شكرا لك ابو علي. مشاهدينا الكرام برنامج صوتكم متواصل بس بفاصل قصير. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. هذا هو حال الشعب العراقي. هذول المتظاهرين او اهالي محافظه بابل متظاهرين ضد المحافظ منديل اللي يعني ما اريد نحكي عليه بس اريد اذكر انه جمال عبد الناصر استقال الشعب رجعه خلونا نقول غصبا ما عليه. تظاهرات مليونيه الا ترجع، ما اريد واحد غيرك. وذولا كلهم طالعين والشعب كله يريد يقولهم ما نريدكم ومكلبين. هذا الفرق الوحيد اللي بيناتنا. أم أزهار من بغداد ويانا، حياك الله يا أم أزهار. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. ولكم أحييك أحيي هاي
القناة العظيمة اللي البارحة أنا ما قدرت أخابركم ما حصلتكم. أحييكم من على برامجكم العظيمة والمتميزة عن القنوات كلها، وحي كل الكادر، وحي هاي القناة الوطنية التي هي تبطي كل المعلومات من كل قلبها، تحكي على العراق ومأساة العراق والفقراء، وهي أم الفقراء، وهي هي 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 دولة احنا نسميها رافدين الفقراء، دائما نقول رافدين، قناة رافدين الفقراء، دائما نحكي فيكم احنا هالشكل، واحنا انا اشكركم كلكم، اشكر كل اللي مقدمين، واشكر كل اللي ينتجون يشتغلون بيها. هاي اولا، وثانيا اذا نحكي عن الحكومة أو الدو، إحنا ما نقول حكومة، أنا أقول إصابات من 2003 إلى هسه، ما عندي خلق أقول هاي حكومة، لأنها ما أنا ما أعتبرها حكومة، حكومة اللي ما ترعى شعبها، حكومة اللي ما تحب شعبها، حكومة اللي ما تداري شعبها، هاي مو حكومة، حكومة هي مرضة شعبها، هي جوعته، هي كتلته، لا مستشفيات مثل البشر، الناس أنا بحشفت منظر نايمين بهم كورونا بمستشفى، نايمين كلهم دا يموتون دا يعالجون، لا طبيب على راسهم، لا دوا يومهم، لا كل شيء ماكو، ومن يطلعون بالتلفزيون الزول المسؤولين، عسى المسؤولين ان شاء الله كلهم ان شاء الله بكورونا، يحجون كله كذب، من يقعدون لقاءاتهم ويا القنوات الاخرى وكانما هم وبس. يعني شوف كله كذب، احنا ايش قدمنا واحنا ايش اخذنا واحنا ايش سوينا، واحنا كلهم دا يعالجون كانوا، كلهم دا يموتون وما حد يمهم، يعني الله اكبر، شوف رب العالمين شو يسوي فيهم بعد، يعني الله رب العالمين شو راح يسوي بالبشر بعد، شو راح يسوي؟ يعني انا بس اتمنى ولو استغفر الله العظيم، احنا مسلمين ما نريد لغيرنا الاذيه. طيب. انا اتمنى من هالسياسيين، من هالحزبين اللي قاعدين بهاي الخضراء اللي هي صعبان محاميتهم من كورونا، كلهم ان شاء الله يقعدون يعالجون مثل ما عالجوا البارحه النسوان اللي قاعده بالمستشفى مرض كورونا. انا اشوف الدول العالم كلها مهتمه بشعبها، مهتمه شلون راح تعالج هذا المرض، مهتمه شلون تعالج الفقراء، مهتمه شلون تسوي نظافة، مهتمة شلون، ما عدا العراق، ما عدا العراق مع الأسف، على العراق اللي كان هو تاج العرب كله، مع الأسف إجوا هذول الحقراء اللي إجوا من إيران، من أنزال إيران، من جهر إيران، دي حكمونا مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد. لا. وما حد سوانا كورونا غير هو إيران، هي اللي خشت كورونا علينا، ومتعمدين حتى يمرضون شعبنا. لا. وأنا أشكرك إن شاء الله النصر إلنا دائما. شكرا شكرا لك ام ازهار، وعذريني بس اريد عندي رسائل وعندي اتصال. ام علي من بغداد حياك الله. ام علي انقطع الاتصال ويا الاخت ام علي، اتحول لرسائل واتساب. السلام عليكم اخي، هاي الحكومه لا تلتمس منها الخير، ما يفيد الكلام، هؤلاء صنم. وداز رساله يقول لحد الان ماكو تاكيد انه سلموا معتقلين من سيطره الرزازه الى الحكومه. رساله اخرى، السلام عليكم، ولدنا كلها جرب صارت بها بالسجون، عاد بس وفروا لهم علاج، طلعوهم على الشمس، والله ملينا، الله لا يوفقهم. نور من بغداد، والله العظيم راح يموتون، وامي راح تموت على ابنها، الله يحمي لك السيده الوالده ويرجع لكم اخوكم ان شاء الله. سالم غانم، السلام عليكم، الحكومة فاشلة بكل مجالاتها ولم تتحقق أي منجز للشعب، كل من شارك في الحكومة مهمته أن يسرق أموال العراق ويهربون إلى إيران وغيرها. ثانيا، الكاظمي مرفوض من قبل الشعب، والكاظمي يتبع نفس الناج اللي كانوا قبله في الحكم. تحية لثوار العراق في كل مكان، نوار من هولندا، عاش العراق. تحية طيبة لقناة الرافدين، صوت الثورة، مرجعية السستاني هي من تنقذ الفاسدين في كل مرة، دائما تأتي لإنقاذهم في الوقت الضائع، إذا لم نتخلص منها فلن تقوم للعراق قائمة. يتكلمون بالزهد ويقولون الفقر في الدنيا لا يهم، ولندن تشهد على فسادهم المالي والأخلاقي. تحياتي أخوكم كاظم زناد أبو علي من ذي قار قضاء الفود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أم مصطفى من الموصل، أخذوا زوجي ظلم والله من التعذيب، اعترف هسه علي حكم إعدام، أرجو من الله ومنكم أناشد بالعفو العام وانتوصلون رسالتي. وصلت أختي العزيزة. مرحبا أستاذ، أنا أم سجى من الموصل. إقرار قانون العفو العام، فخامة الرئيس، سيادة رئيس مجلس النواب، دولة رئيس الوزراء، الوضع الذي يمر به العالم أجمع والوطن بصورة خاصة، نطالبكم بإقرار قانون العفو العام لما مر به البلد من حرب طائفية راح ضحيتها الكثير من الأبرياء جريرة الطائفية المقيتة، واليوم يتفشى فيروس كورونا الذي أرهب العالم، نطالبكم من باب المسؤولية الشرعية والوطنية ومن باب التسامح وفتح صفحة جديدة للتسامح. التحية لقناتكم المحترمة. والله هاي الحكومة هي فيروس زين، خوش نلبس كمامات ونبقى بالبيت حتى نحمي نفسنا من هذا الفيروس، بس شلون نحمي نفسنا من هاي الحكومة والظلم والتعذيب بالسجناء؟ كافي عاد انطوا عفو عام، شنو هاي الحقارة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أم عبد الله من بغداد. هل الرئيس الجديد مهتم بأمر المعتقلين؟ نطالب بعفو. هل الرئيس الجديد مهتم بأمر المعتقلين؟ نطالب بالعفو العام. زين الفيروس إذا صار بالمعتقلين مو راح يصير مجازر، من يتحمل مسؤوليتهم؟ نطالب بالعفو العام، كل المعتقلين مظلومين من وراء القضاة الظلمة. السلام عليكم، أنا أم كيان، أشكركم وتوصلون صوتي. أنا أخوي شهيد بالحشد الشعبي مكتب بغداد، صار لثلاثة شهور ما صار فيه رواتب، وعندنا خمس أطفال ونتصل بيهم جهازهم مقفول، شنو ذنبهم؟ ليش ذنب الأطفال؟ ليش فوق ما ضحى بروحه؟ السلام عليكم، تحية خاصة لك ولكادر القناة على الكتل السياسية. ترشيح الكاظمي هل هو آخر المرشحين؟ لو هي صارت لعبة سياسية كل شهر واحد أصلا ماذا يقدرون يدبروها؟ والله صرنا مخازي قدام الدول العربية والخزي والعار على هاي الحكومة. احترامي لقناة الرافدين، أتشرف بكل كادر الرافدين على رأسي، أستاذ أفل الحكومة خلي تحط المرشح بإيد المتظاهرين بيد الشعب العراقي، الشهداء ليش دمهم راح هدر؟ الله يرحم كل شهداء العراق. فاتن من ألمانيا. السلام عليكم، أرجوكم فرج جميع المعتقلين، والله أخي في سجن الناصرية صار ل 13 سنة، أتمنى الإفراج على أخويا، أنا أم عائشة، حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم احفظ قناة الرافدين، وأيضا اللهم يا رب يحفظ سجناء العراق من فيروس كورونا. السلام عليكم، أنا أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك أخي أفل والمحترم وللجميع العراقيين. أستاذ يقولون هنا الأولين القدامى الحق بالسيف والعاجز يريد شهود، الساحات تبقى سنوات على هذا الحال حتى تصفح حسابات الاستعمار والاحتلال الأمريكي والإيراني في العراق، تكليف فلان وتبديل فلان لتشكيل لتشكيل الحكومة عفوا. والرسالة تطول، اعذرني أبو حاتم ما راح أقراها. تحية لك أخي أفل، التهنئة لقناة الحق والنضال الرافدين لتأسيسها، وهي منذ أول يوم لها تعادي الاحتلالين، وخطها رفض العملية السياسية وحكومتها، وكذلك منذ 17 عاما كانت شاهدة على الاحتلال وأذنابه وميليشياته، فلذلك يحق لنا أن نقول للرافدين أنت علم شامخ وطني ومناضل، الرفض لمصطفى الكاظمي واضح، وأن الحكومات مرفوضة رفضا قاطعا. السلام عليكم أخي أفل، فدوى أريد أسأل على مود العفو، شنو صار بي ويمتى ينفذوا فدوى؟ العينك أريد جواب، والله تعبت أني وجهالي، أكل ما عدنا ناكل، شنو ذنب هاي الأطفال؟ منو إلهم؟ ليش الحكومة ما عندهم رحمة؟ ليش ما يطلعون السناء؟ ليش ما يطلعون السجناء عفوا؟ أرحموا بحالنا، وأشكر قناتكم الموقرة اللي توصل صوت المظلوم والفقير اللي ما حد يحس بي غيركم، الرافدين صوت المظلوم وصوت الحق، الله يوفقكم. أنا أم حيدر من البصرة، تحياتي إليك أستاذ أفل والسلام عليكم. رسالة من أم صالح من بغداد، ابني سجين وأطلب العفو العام، ماكو شريف يباوع على حالنا من الحكومة، ابني متروس جرب وأكزمة وصار لخمسة أشهر ما شايفته، الله لا يوفقهم. يعني أناشد من أناشد الخامنئي لو أناشد ترامب، يعني إذا أكو شريف يسمعنا. الله يعينك والله. السلام عليكم، أحيي قناتكم الشريفة، هاي الأحزاب الفاسدة ذيول إيران دمروا الشعب، كل يوم يجيبون رئيس وزراء فاسد مثلهم، الله ينصر المتظاهرين ويرحم الشهداء، الله ينصرهم على الحكومة الفاسدة. أخذكم أم سجاد. رسالة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله، أريد أسأل سؤال، ضباط التحقيق طلع واحد من تحقيقاتهم بريء، إجاب لا، وإذا طلع لازم يدفع بالدولار، والكل بالاستثناء ما دام سني إرهابي، والكل يوقع على بياض، وهاي حقيقة لا يناقش فيها أحد، وحتى العفو عبارة عن رفع الظلم عن المظلومين، هو عبارة عن إرجاع الحق لأهله، شغلة السجون طائفية بامتياز، ورشاوي ودولار بامتياز، وكل العراقيين بلا استثناء ومن كل الطوائف يعرفون ذلك بامتياز.
رسالة أخرى: اللهم احفظ العراق من كل شر، اللهم احفظ المتظاهرين من كل مرض. بنت الناصرية، حياك الله أختي. أنطوان من باريس، تحياتي لك حبيبي الغالي أفل. في فرنسا المحلات والمطاعم والأسواق مغلوقة منذ مدة أكثر من شهر، فقررت الحكومة أخذ على عاتقها دفع الإيجارات كل من هو متضرر بكورونا. للعلم العراق أغنى من فرنسا 3 مرات. تحياتي لكم جميعا. رسالة أخرى: حياك الله أخي، تحية لقناة الرافدين وللشعب العراقي الشريف. أبو محمد من الجزائر: السلام عليكم، دا أحاول أدق عليكم ماكو فايدة، المهم سلامي لكادر قناة الرافدين وإن شاء الله المزيد من النجاح والتوفيق الدائم. السلام عليكم، تحية للرافدين، أنا أم محمد من السماوة، بيت الشعر بحق الرافدين. أحبكم يلي رافدين، لا تقولون شلون أحبكم، أحبكم لا تظنون قلبي نساكم، أرسل عيوني هدية البرنامج صوتكم من شاشة الرافدين، أترك من الكون من شاشة الرافدين، أريد بهجة كردي المحبوب، أحبك يا رافدين يا ذهب صافي، نذرت بس أشوف مايكروفون الرافدين بالسماوة أروح الكربلة حافي وشكرا. السلام عليكم أخي، أني عندي 3 معتقلين من خلال قناتكم الموقرة أو طالب بالعفو العام، والله يا أخي أخذوهم من البيت بسبب المخبر السري اللي هجم بيوت العالم، والله أخذوا أقوالهم بالتعذيب حتى بالدريل عذبوهم، والله الله المستعان، خصوصا معتقلين تاجي أم أحمد من بغداد. السلام عليكم، مناشدة من عوائل السجناء الأبرياء والمظلومين، نرجو منكم ذكر العفو العام والشامل مع إلغاء فقرة التنازل، لأن هواي ناس ضررت من هذا الشيء وإحنا منهم، أخذوا فدية المقتول وما نطونا تنازل، والأتعس أن حكموا مؤبد 2 شباب بشهادة زور واشتكوا على 15 شخص آخرين، والحد الآن الدعوة موجودة وما يقبلون يتنازلون، والدعوة صار لها 4 سنين مع الشكر. أخوتكم أم رضا. رسالة أخيرة أقراها: السلام عليكم أستاذ، بلا زحمة عليك، أنا أخوي مسجون على تهمة تزوير وصار 2 سنين موقف على قيد التحقيق، يعني لحد الآن ما محكوم، بس ردت أعرف مشمول بالعفو الخاص لو ما مشمول، ممكن تجاوب بلا زحمة. والله يا أختي العزيزة أو أخي العزيز، في أبو وطن من بابل، حسب ما نشره برهم صالح في قانونه ما يشمل هذا الشيء، هو نشر فقط اللي محكومين وكملوا نصف المدة أو محكومين أقل من سنة. مشاهدينا الكرام، أعتذر من باقي المتصلين اللي كتبوا لنا رسائل وما قدرت أقراها. رسالة من أم حسن تقول: أريد أخابركم فدوى، جاوبونا راح ينقطع البرنامج، والله يا أختي الرقم قدامكم وتقدرون تتصلون بنا، لكن خلص البرنامج وأعتذر من عندكم، وأعتذر كل من كتب وما قدرت أقرأ رسالة، الوقت أدركني. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة باكر بنفس الموعد ببرنامج صوتكم، في أمان الله.